مرة تانية صباح الخير، ونبدأ بقراءة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة الأخبار، منشط عريض: السعودية تناشد ومصر تستجيب، خادم الحرمين، اتفاق الرياض بحضور قطر لرأب الصدع، وبيان للرئاسة: سنظل بيت العرب. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ حسن الرشيدي، أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ سماء. صباح الخير أستاذ حسن. صباح الخير. الحقيقة هذا المنشط ومرة أخرى بخصوص قطر واتفاق الرياض أو اتفاق آخر، هل حضرتك تعتقد أن هذه المرة قطر سوف نقدر نقول تلتزم بهذا الاتفاق، أم أنه محاولة فقط مرة أخرى للمراوغة الدبلوماسية؟ أنا أعتقد أن مبادرة خادم الحرمين دي بتؤكد أن هناك حسن نوايا، ولكن يجب على قطر أن تثبت حسن النوايا، بمعنى انها لابد اننا عشان يكون هذا الاتفاق جاد، ومصر ادت حسن النوايا في تصريحات في البيان اللي صدر النهارده، وان مصر بيت العرب، وان احنا بننحاز دائما للم الشمل العربي، لكن يجب على قطر ان تطرد كافه الجماعات الارهابيه من ارضها. ثانيا ان توقف كافه الحملات الاعلاميه الهجوميه ضد مصر. هي هذه المرة في هذا الاتفاق قطر تعهدت كتابيا، يعني هو ده اللي ذكر، أنها تعهدت هذه المرة كتابيا بوقف حملاتها الإعلامية الهجومية ضد مصر. هل نعتقد أن في الأيام القادمة ممكن نشهد ذلك على قناة الجزيرة؟ أنا هقول حاجة، قطر عرفت في السنوات الأخيرة بعمليات المراوغة، ولكن لابد أن تثبت حسن نوايا من اليوم في وقف الهجوم وحملاتها ضد مصر. ثانيا انها تعلن عشان تبدي حسن النية بانها هتطرد كافة الجماعات الارهابية من ارضها، وهتسلم بعض القيادات الاخوانية الى السلطات المصرية. اعتقد ممكن يكون في اي اجراء ضد القرضاوي؟ والله ده هيتوقف بقى على الجانب القطري. احنا مصر ادت حسن النية، ومصر بيت العرب، ومصر تريد ان تلم الشمل، وعايزة وحدة الصف العربي. على قطر أن تثبت، أنا ما يهمنيش توقعات أمريكا قطر حاليا، أنا يهمني إثبات الحسن النية بالعمل على أرض الواقع. ما هو احنا عارفين اللي احنا يعني هي عليها ان تثبت ذلك، لكن انا احب اعرف توقعات حضرتك، هل نتوقع فعلا حدوث ذلك على امر او نقول بشكل واقعي في المرحلة القادمة؟ هي هتحاول تثبت شكليا انها هتنفذ هذا الاتفاق وتفي بوعودها شكليا، ولكن علينا ان نراقب، لاننا من الناس وفقا للعمل الميداني لقطر ان هي بتميل الى المراوغات فانا اتوقع انها مش هتتخلى عن هذه المراوغات مره واحده، ولكن من الممكن تبدي الاستعداد، ولكن في داخلها انا اعتقد ان احنا لا نامن جانبها، ولكن نتمنى ان تغير موقفها وتستجيب للم الشمل العربي. هل هذا الاتفاق الى حد ما يشمل القاهره؟ يعني المطلوب مثلا من قطر وهي تعهدت كتابيا بوقف حملاتها الاعلاميه او الهجوميه على مصر، هل ده بيشمل ايضا الاعلام المصري في الوقت الحاضر؟ المفروض علينا كاعلاميين جميعا كصحفيين يعني نلتزم الى حد ما الصمت، لما نشوف الجانب القطري هيكون ايه واقع تصرفاته، ولا يعني تساؤل للحقيقه واجبنا او ايه الخطوات الصحيحه؟ الخطوات الصحيحه ان طالما الرئيس المصري وله مصداقيه عند الشعب، والشعب التف حول الرئيس السيسي، والرئيس السيسي اعلن من خلال بيان رئاسه الجمهوريه التزامه بوحده الصف العربي واستجابته لمبادرات خادم الحرمين الشريفين، خاصه ان السعوديه النهارده طلبت باعتبار بعض المنظمات باعتبار حزب الله المنظمه الارهابيه في الامم المتحده، كل ده بيلزمنا ان احنا نبدا حسن النوايا ونوقف نبادر حتى بوقف الحملات. انا اعتقد ان وقف الحملات من ناحيتنا ده شيء عادي وطبيعي، المهم الجانب الاخر هيكون ردود افعاله ايه.
والحقيقه احنا ما بنعملش حملات، هو بيكون مجرد رد فعل مش اكتر. بالزبط. يعني احنا ما عندنا ما رد فعل بالظبط. طب خبر اخر وما زلنا مع جريده الاخبار، وثلاثه ملايين اسره تستفيد من برنامجي كرامه وتكافل، مساعدات من 80 الى 140 جنيها للتلميذ بالاسره الفقيره، الانتظام في الدراسه شرط صرف المساعدات الشهريه، و300 352 جنيها للمسن غير المستحق للمعاش، ومساعدة شهرية للمعاق غير القادر على العمل 350 جنيها. مرة أخرى أرجع لحضرتك أستاذ حسن، وهل هذه نقدر نقول يعني برنامج الكرامة والتكافل، هل فعلا ممكن تكون هذه الإجراءات كافية لمنع التهرب من التعليم الأساسي؟ والله كل إجراء تتخذ الدولة يصب في خدمة الوطن المواطن بيبقى إجراء ده مطلوب. ولكن ما أعلن اليوم واللي حضرتك ذكرتيه كلها هتفيد المواطن المصري، خاصة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، وبيتمشى أيضا مع الدستور ومع مبادئ ثورة 30 يونيو وثورة يناير في تحقيق العدالة الاجتماعية. بس احنا بنتكلم عن مساعدات من 80 الى 140 جنيه للتلميذ بالاسره الفقيره، معلش انا اسفه لمقاطعتك، بس احنا 80 الى 140 يعني الاسره لما بتلجا الى يعني نقدر نقول تهريب ابنها او التهرب من التعليم وانه بيلجا الى العمل، ده بنتكلم في 80 140 جنيه ده بيبقى يوميه الطفل فيه في اليوم. لا انا هقول حاجه مهمه جدا. احنا عندنا النظام اصلا المدرسي نظام خاطئ، يجب أن يتم تغييره ونهتم بالطفل خاصة الطفل في المرحلة الإلزامية، يجب إعادة النظر في المنظومة ككل، منظومة التعليم قبل الجامعة. احنا هنرجع لمنظومة التعليم كاملة يعني من خلال برضو أخبارنا، فضل. لكن أنا بقول أن هذا الدعم المؤقت للطفل رغم أنه لا يكفي، ولكن أنا أعتقد هيساهم في مساعدة الأسر الفقيرة بل الأسر المعدمة. ما زالت يا أستاذ أسماء في أسر معدمة مصرية بتعتمد على أطفالها الصغار في العائد اللي بيحققوه من وراء التشغيل. لابد المهم هنا بقى مش التصريحات ولا الصرف، احنا نحتاج لقانون يجرم، ومش يجرم بس، اذا هناك بعض القوانين بتجرم فعلا تشغيل الأطفال زي قانون الطفل، ولكن احنا محتاجين التفعيل. أي أسرة يثبت انها شغلت طفلها في السن الالزامي لابد من معاقبه الاسره او انذارها مره ثم بعد كده توقيع العقوبه، لابد يبقى في اجراءات عقوبيه تحد من التسرب وفي نفس الوقت تنهض بالاسره تعليميا. بالتأكيد. يعني انا المساعدات الماليه لا تكفي، لكن لابد ان تكون هناك عقوبات. لابد من تفعيل القانون وتطبيقه، أي أسرة تقوم بتشغيل أبنائها يتم عليها تطبيق القانون. خبر آخر وما زلنا مع جريدة الأخبار، وتصريح لرئيس هيئة النيابة الإدارية، و3000 مسؤول يردون أموال الدولة قريبا. أول خبر أو أول سؤال أسأله لحضرتك، هل هناك أي تسريبات عن هوية هؤلاء؟ لا، الراجل بيتكلم في 3000، وعلى فكره مش اول مره، هو قبل كده قال ان في هتكون في محاسبه واسترداد اموال اختلسها بعض المسؤولين او خدوها بطريقه مش معروف منهم مين، مثلا بعض رجال الاعمال التابعين للنظام السابق. لا 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 لا, 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 لا انا اعتقد ان هيكون معظم هؤلاء من الجهات الحكوميه والجهاز الاداري للدوله، لان ده اختصاص اصيل للرقابه الاداريه، لكن رجال اعمال اعتقد ما فيش قيود في محاكمتهم ماليا او في الكسب غير المشروع، لكن القيود دائما على موظف الحكومه او موظف الدوله او الجهاز الاداري للدوله، فانا اعتقد ان غالبيتهم هيكونوا من المسؤولين من الجهاز الاداري بالفعل. الجهاز الاداري بالفعل للدوله. طب هذه التصريحات سمعناها اكثر من مره من منذ ثوره 25 من يناير مرورا بال 30 من يونيو، هل تعتقد هذه المره ان يكون هناك تحركات فعليه؟ انا اعتقد وبقول لك بصدق ان الرقابه الاداريه بتقوم بعمل وطني 100%، وفعلا شاركت في اعاده العديد من الاموال المسروقه للدوله، وهي صوبت بعض
الاعمال اللي نهبت من اموال مصر واموال الشعب. وانا اعتقد 3000 العدد الكبير اللي قاله من المسؤولين، اعتقد ده من الممكن الدولة ترد مليارات الجنيهات اذا تم تطبيقه بشكل عادل. وبالفعل اللي افسدوا وحققوا ارباح بطريقة غير مشروعة واعادوا الاموال، انا اعتقد ده انه هيفيد مصر اقتصاديا. مشكلة ان ما يبقاش بس الورق متستف يعني، ربنا يسهل. أستاذ حسن برجاء تكرم بالبقاء معنا للتعليق على المزيد من الأخبار. مشاهدينا نستكمل جولتنا الصحفية إلى جريدة اليوم السابع، ونقرأ أنصار بيت المقدس تخطط لتفخيخ السيارات القديمة بشوارع القاهرة. أرجع لحضرتك مرة أخرى أستاذ حسن، وهل هناك إجراءات نقدر نقول سريعة اتخذتها وزارة الداخلية للتخلص من هذه العربات؟ الحقيقة بتملأ شوارعنا عربات قديمة ليس لها مالك. أنا بقول إن إحنا لا داعي إن إحنا نخوف الناس. يمكن وزير الداخلية في الحقيقة عجبني تصريح ليه مؤخرا أنه بيؤكد على أمن الشارع المصري وتوفير الأمن للمواطن المصري، بيقول انزلوا حتى يوم 28 لأن هناك أمان تام. هننزل إن شاء الله. وإنه اللي هيخرج على القانون وهيقوم بإجراءات غير شرعية، حس أعضاء جهاز وزارة الداخلية بأنهم يطلقوا الذخيرة الحية. إذا أنا شايف أن هذه التصريحات بتؤكد على أن هناك رد فعل جاد لكل من تصور لنفسه في مخالفة القانون أو الاعتداء على المنشآت. بس التخوف هنا أو التهديد من عمليات إرهابية، من يعني تفجير سيارات قديمة من السيارات الموجودة في كل الشوارع. هنا أنا بقول إيه؟ الداخلية وحدها أو الأجهزة أو أجهزة وزارة الداخلية لا تستطيع وحدها أن تكشف العمليات المفخخة أو العربات المفخخة في الشوارع. هنا بقى بنتطلب المشاركة الشعبية. أي مواطن يرى أن هناك صندوق أو عربية قديمة يسهل تفخيخها أو إلقاء عبوة لابد أن يبلغ عنها. هنا لابد من المشاركة الشعبية، وده عمل وطني وما نخافش. لا وكمان يعني الدوريات إلى حد ما وهي ماشية لو شافت عربية أو ناش والمرور يعني برضه يعني مش كل حاجة طبعا على الداخلية، بس مش كل حاجة على المواطن يعني فيه. لا احنا بنقول ايه؟ العمل مشترك. انا بقول المشاركة. الداخلية لابد ان تفعل عملها اكثر وتعمل كمائن اكثر، كل ده مطلوب لحد ما تنتهي هذه الفترة الحرجة. ولكن أنا بقول المواطن لا يجب أن يكون سلبيا، لابد أن يكون إيجابيا في الكشف عن أي أعمال قد تضر المواطن المصري نفسه أو تعرض منشآت البلد للخطر. لكن أنا أعتقد أن هذه الجماعة يجب أن تتوقف وتعرف أن الزمن لن يعود للوراء، لن يعود للوراء أبدا، وأن ما اتخذته الدولة وأن الجيش والشرطة قادرين على حماية الوطن. وفي نفس الوقت إن على الجماعات الإرهابية أن تعرف أن الخصم الأصيل ليها والأساسي هو الشعب وليس الأجهزة أو السلطة أو النظام الحاكم. ماذا عن الثورة الإسلامية ويوم 28 نوفمبر؟ أنا أعتقد أن أجهزة الدولة مستعدة جدا لمواجهة هذا اليوم، وأنا أعتقد أن كل اللي بيعملوه ده مجرد فرقعة. وأنا بقول للناس وبثقة اطمئنوا، ياما هددوا الجماعات الإرهابية، ياما هددت الشعب المصري ولم يحدث شيء. شفنا قد ايه، كم مره قال لك في اليوم الفلاني هنخرج مظاهرات. لو يوم الجمعه مثلا، اليومين اللي فاتوا كان يوم الجمعه، كان في بعض المظاهرات في بعض المناطق في شرق القاهره، وللاسف الشديد جرى مثل الفئران بعد صلاه الجمعه لما شافوا مجرد كمائن بسيطه شرطيه امامهم. اذا فلا نخشى. خلي بالك ان اللي بيعملوه حاليا هو حلاوة يمكن طلوع في الروح، لان عرفوا تماما ان هم ضاق الخناق عليهم وان الجيش مسيطر والداخلية مسيطرة. وما جرى في سيناء من عمليات مسح وتمشيط وقضاء على اكثر من 95% من الجماعات الارهابيه، انا بعتقد ان ده بيؤمن الجبهه الداخليه، لان كان ما يحدث في الجبهه الداخليه هو نتيجه التسريب تهريب بعض الارهابيين للاسلحه الى داخل القاهره.
نذهب مرة أخرى إلى قضية التخابر، ومن مقولات طبعا المعزول هتفضل راسخة إلى وقت كثير، دونت ميكس مرسي في قضية التخابر، دونت ميكس، أحترم المحكمة وأرفض المحاكمة. الأول تعليق حضرتك. أول حاجة مرسي يقول زي ما يقول، المحكمة هي المحكمة، وإن هناك عدل في مصر والمحكمة لها احترامها، وإن الشعب أدرك تماما إن هؤلاء الجماعة الإخوانية ناس مغيبة، ناس عدوانية لا تحترم حتى القضاء، ولكن القضاء بيطبق القانون ضد أي حد. وأنا على فكرة قضية التخابر دي أنا أعتقد إن ما أعلنته النيابة وما أعلنه الإدعاء كان مهم جدا، كشف رضاءة هذه الجماعة، كشف عدوان هذه الجماعة على الشعب المصري مش على النظام الحاكم فقط. فأنا أعتقد وكشف أيضا قد إيه كان الإخوان باعوا الوطن ولجأوا إلى مخابرات دولية وإلى أجهزة خارجية وإلى حركة حماس وإلى إيران وإلى قطر لزعزعة الاستقلال المصري وبيع الوطن. أنا بقول خيانة وبيع للوطن. خيانة وبيع للوطن. طيب حضرتك قلت كلمة مهمة جدا وهي احترام القضاء. الحقيقة اللي بنشوفه من خلال هذه المحاكمات يعني لا يتماشى مع هذه الكلمة بشكل كبير. يعني احنا شفنا في محاكمة صفوة الحجازي وآخرين هم بيوجهوا لوكلاء النيابة بعض المرافعات يعني علامة تهديد بالذبح والألفاظ والتطاول. يعني احنا بنستغرب لماذا لا تتخذ المحكمة بكل أعضائها يعني كل الإجراءات القانونية اللازمة، أولا للتهديد بالقتل أو بالذبح زي ما هم بيشيروا إليهم، أو بالتطاول على المحكمة. شوفي أنا هقول لك حاجة، في بعض الناس لا تعلم ما يجري في الخفاء. بمعنى القاضي هو قائد المنصة، ينبغي أن يكون حكيما في تصرفاته، يجب أن يكون منضبطاً. بس لابد أن نحفظ برضو للقضاء هيبته. أنا هقول لك أهو. فضل. فبالتالي هو يعلم تماماً أن هذه الجماعة داخل القفص هتحاول أن هي تثير الفوضى وتثير أزمات. بتعمل كده ليه؟ لأنها عايزة تمدي أجل القضية، لأنها تعلم تماماً أنها مدانة. وهذه الألعاب لا تنطلي على قاضي محنك مثل المستشار شعبان الشامي وغيره. أيوة بس أنا ده سؤالي، إيه اللي يتعارض مع سير المحاكمة وفي نفس الوقت أي إهانة توجه للمحاكمة يكون لها رد فعل قاطع وقاسي من القاضي؟ أنا طبعا لا أعلق على يعني أحكام القضاء أو ما يفعله القاضي، فهو يعني حر في محكمته، بس إحنا نحب أن القضاء يكون له هيبته. هل ننسى أن هذا القاضي نفسه رئيس المحكمة شعبان الشامي أمر بحبس، إدى حبس نتيجة إهانة القضاء؟ عملها قبل كده لأحد أفراد الجماعة وحبس سنة، قرر حبس سنة. إذن فهو اللي بيقدر يقدر ما هي الإهانة الموجهة وما هو الأسلوب المناسب وما هو الخروج على الشرعية. فالقاضي هو سيد المنصة. والله احنا كرهنا كلمة الشرعية يعني الخروج على الشرعية دي من الكلمات اللي بقت مكروهة في الشارع المصري الحقيقة. أستاذ حسن برجاء التكرم بالبقاء معنا للتعليق على المزيد من الأخبار. مشاهدينا نستكمل جولتنا الصحفية إلى جريدة الوطن. وبلتون وديعة ب 2 مليار ريال سعودي ترفع الثقة في الاقتصاد المصري. الجنيه يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوياته منذ 19 شهرا بسبب وديعة قطر. أرجع لحضرتك مرة أخرى أستاذ حسن، هل تعتقد أن الوديعة القطرية وإحنا يعني قريبا المفروض نكون في سداد لهذه الوديعة بقيمة 2.5 مليار دولار سوف تهز بالفعل الثقة في الاقتصاد المصري؟ لا الحمد لله ان احنا وعلى رأيك يعني زي ما قال محافظ البنك المركزي ان احنا لم نستخدم مليم واحد من الوديعة القطرية، واحنا استغنينا عنها
وفي غنى عنها الحمد لله. فأنا أعتقد أن الموقف السعودي هو موقف مساند للاقتصاد المصري، وده احنا اعتدنا عليها من الجانب السعودي اللي هو دائما بيقف مع مصر في كل أزماتها. أنا أعتقد أن دي لن تؤثر أبدا، ولكن الفلوس القادمة من السعودية أنا أعتقد إحنا دلوقتي احتياط النقد الأجنبي في مصر تجاوز 16 مليار دولار، فأنا أعتقد أن سحب الوديعة لن يؤثر أبدا، خاصة أن السعودية أمدتنا بحوالي 2 مليار 2 مليار ريال ريال لكن احنا بنتكلم ان بالفعل كان في يعني نوع من انواع التاثير ونوع من الخوف ان هذه الوديعه تؤثر على نقدر استنزاف النقد الاجنبي او الاحتياطي النقد الاجنبي، خاصه ان الجنيه بالفعل تراجع امام الدولار. انا اعتقد ان لن تؤثر، والدليل على حاجه ان احنا ما مديناش ايدينا ليها، لم نستثمرها طوال هذه الفتره ولم نستخدمها، وبقيت وكأننا كنا نعلم أن قطر لا عهد لها ولا وعد، ومن الممكن أتتراجع في أي وقت. أعتقد أن احنا كنا نعلم يعني. كنا نعلم يعني. بالضبط. خبر آخر، وداعش ليبيا يهدد بدخول سيناء قريبا، وجهاديين الدواعش أمدوا الإرهابيين بالسلاح ومصدر عسكري يحاولون بث الرعب بطريقة ساذجة. مرة أخرى نرجع لحضرتك، وخصوصا بعد سيطرة داعش على مدينة درنة الليبية اللي هي قريبة جدا من الحدود المصرية، هل هذه التهديدات أي نوع من نقدر نقول من الصحة، وهل فعلا هناك تهديدات حقيقية أم أنها تخويف فقط أو نوع من أنواع إثارة الفزع في الشارع المصري؟ لا، أنا من رأيي ما أعلنوه هو تصورات أو أوهام جنونية، لأنه لا يستطيع أن يمس مصر، والتحركاتهم داخل درنا معروفة من الأول وليست جديدة، وبيحاول الجماعات الإرهابية إنها تركز جهودها في المنطقة الشرقية لمحاولة تهديد مصر، ولكن هم يعلموا تماما أن القوات المصرية على حدودنا مع ليبيا قوية جدا، ومش من اليوم، من زمان، والقوات المصرية بتتدرب وعندها العتاد والعدة والتكاتف والخطط لمواجهه هؤلاء. طب ادعاءاتهم، ادعاء داعش ليبيا انهم على صله بالفعل، استاذ حسن، ادعاءات داعش ليبيا انهم على صله بالفعل بجماعه او بتنظيم بيت المقدس، وانهم بالفعل بيقوموا بامدادهم بالسلاح يعني من سنه تقريبا. شوف انا هقول لك حاجه. اتفضل. يعني هم يعلموا تماما ماذا فعلت القوات المسلحه في سيناء. وماذا وكيف استطاعت القوات المسلحة أن تقضي على أنفاق، أن تدمر كافة الأنفاق في سيناء، وخدت إجراءات تمشيطية قضت على العناصر الإرهابية داخل سيناء. هم يعلموا هذا، ورغم هذا بيعلنوا أنه هيتم، أن أبو بكر البغدادي زعيم داعش هيعين والي في سيناء. يعني كلام مجنون، كلام عريض يعني. هو الحقيقة هو ده هيكون موضوعنا النهاردة، هنتكلم عن سيناء وماذا يحدث فيها، وعن الحدود بالضبط، وأن الفاصل أو الشريط الحدودي هيمتد من 500 متر إلى كيلومتر. هذا هيكون موضوع حلقتنا النهاردة بالفعل. آخر خبر مع حضرتك نختتم به جولتنا الصحفية، وحضرتك كنت تكلمت عن كوارث التعليم، وأمس أيضا تكلمنا على كوارث التعليم، واليوم من الوطن أيضا إحالة مدرس شاهد أفلام إباحية أمام تلاميذ إعدادي للتحقيق في الغربية. والله شوفي، مثل هذه الأخبار أصبحت عادية، لأن عادية؟ أنا قلت لابد، بقول أصبحت عادية دلوقتي. ما دي كارثة أنها تصبح عادية، دي في حد ذاتها كارثة. بالضبط، كارثة. ليه؟ إذا افترضنا أن بعض رجال الدين أو الجماعات الإرهابية أو بعض السلفيين أصبحت تنشر عنهم شرائط فاضحة بمعنى الكلمة، إذا هناك خلل في المجتمع،
ايوه بس ده احنا حضرتك لا يعني اعذرني في المقاطعه، لكن التمثيل يمكن يكون فيه نوع من عدم يعني الموازنه، احنا بنتكلم على السلفيين او ما شابه او يعني ما تسرب عن بعضهم ما تسرب عن بعضهم فهي تصرفات فرديه، انا بتكلم عن وزاره التربيه والتعليم وده مدرس وشاهد افلام اباحيه مع التلاميذ. ما احنا بنقول ايه؟ بنقول ايه؟ سبق قبل كده شفنا قد ايه اعمال جنونية مخبولة من جانب بعض المدرسين مع بعض الطلبة والطالبات. إذا هناك خلل. فاللي حصل النهارده ده إنه يشاهد أفلام إباحية ده في ظل المنظومة اللي فيها نوع من اللي فيها خلل كبير ده هيحدث، ولكن أنا يهمني إيه؟ العقوبة، لابد أن نركز على العقوبة. هي المنظومة التعليمية بتتكون من إيه؟ تلميذ ومنهج ومدرس ومنشآت. دي المنظومة التعليمية، طالب منهج مدرس منشآت. أي خلل في دول بيؤدي لخلل العملية التعليمية كلها. يبقى أنا أندهي أن أنا أعيد النظر في القائمين على التدريس، ولابد أن تكون العقوبات صارمة حتى نرضى أي مدرس يصلي لله نفسه أن يرتكب مثل هذه الجرائم. احنا دلوقتي في مخاوف لدى الأسر المصرية على أولادهم في بعض المدارس. إذا احنا لابد أن تكون عقوبات رادعة وتعلن هذه العقوبات، لأن هناك بعض الوزراء أو وكلاء الوزارة المسؤولين عن العقوبة للأسف بيخبوا ويداروا، رغم بينما المفروض أن إعلان العقوبة وردع المخالفين ده بيصب في خدمة المجتمع، لأنه بيمثل ردع للآخرين حتى لا يكرروا مثل هذه المخالفات. الحقيقه يعني انا مش عارفه يعني اسفين طبعا على التطويل على حضرتك الكاتب الصحفي الاستاذ حسن الرشيدي جزيل الشكر. ومره اخرى سؤالنا اللي هنختم بيه جولتنا الصحفيه هو اين وزير التربيه والتعليم؟ يعني احنا امبارح طرحنا موضوع والنهارده احاله مدرس شاهد افلام اباحيه، وكل يوم بنشهد كارثه في المدارس، والحقيقه احنا فين الوزير؟ يعني لا أي رد فعل ولا أي رد ولا أي نوع من أنواع الاستجابة. أين وزير التربية والتعليم؟ سؤال يبحث عن إجابة. كده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية جولتنا الصحفية. بعد الفاصل مجموعة متنوعة من التقارير من الشارع المصري، انتظرونا.